كيف حالكم مع الله؟ معذرة أن أنطلق بكم في قضية الزواج والمهر والمرأة والبيت. هذه قضية تحتاج إلى معالجات طويلة كبيرة، وقد أعرضت عن كثير من كلام الشيخ، ولكن في كلام خطير ودسم بيقول له بعد كده. لما جلس سعيد بن مسيب عليه رحمة الله في الحلقة، سأله سائل: يا أبا محمد، إن رجلا يلاحيني في صداق ابنته ويكلفني ما لا أطيق، فما أكثر ما بلغ إليه صداق أزواج النبي؟ مصطفى صدق الرفعي جاوب على السؤال ده في 10 صفحات، لكن أنقل إليكم الخلاصة. قال: ولقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه على 10 دراهم وأثاث بيت، وكان الأثاث رحى يد وجرة ماء ووسادة من أدم حشوها ليف، وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير، وعلى أخرى بمدين من تمر ومدين من سويق، وما كان به الفقر صلى الله عليه وسلم، ولكنه يشرع بسنته ليعلم الناس من عمله. اسمع بقى الكلام الخطير اللي جاي ده جدا: ليعلم الناس أن المرأة للرجل نفس لنفس، لا متاع لشاريه. المتاع يقوم بما بذل فيه، إن غاليا وإن رخيصا، ولكن الرجل يقوم عند المرأة بما يكون منه. فمهرها الصحيح ليس هذا الذي تأخذه قبل أن تحمل إلى داره، ولكنه الذي تجده منه بعد أن تحمل إلى داره. مهرها معاملتها، تأخذ منه يوما فيوما، فلا تزال بذلك عروسا على نفس رجلها ما دامت في معاشرته. أما ذاك الصداق من ذهب وفضة فهو صداق العروس الداخلة على الجسم لا على النفس. أفلا تراه كالجسم يهلك ويبلى؟ أفلا ترى هذه الغالية إن لم تجد النفس في رجلها قد تكون عروس اليوم ومطلقة الغد. وما الصداق كثيره وقليله إلا كالإيماء إلى الرجولة وقدرتها، فهو إيماء إشارة، ولكن الرجل قبله. إن كل امرئ يستطيع أن يحمل سيفا، والسيف إيماء إلى القوة، غير أنه ليس كل ذوي السيوف سواء، قد يحمل الجبان في كل يد سيفا، ويملك في داره 100 سيف، فهو إيماء، ولكن البطل قبله. ولكن البطل قبل 100 سيف يمهر بها الجبان، قوته الخائرة لا تغني قوته شيئا، ولكنها كالتدليس على من كان جبانا مثله. ويوشك أن يكون المهر الغالي كالتدليس على الناس وعلى المرأة، كي لا تعلم ولا يعلم الناس أنه ثمن خيبتها. فلو عقلت المرأة لباهت الناس بيسر مهرها، لباهت الناس بيسر مهرها، فإنها بذلك تكن قد تركت عقلها يعمل عمله، وكفت حماقتها أن تفسد عليه. إن هلاك الرجل على يد زوجته وأبويه وولده، يعيرونه بالفقر ويكلفونه ما لا يطيق، فيدخل المداخل التي يذهب بها دينه فيهلك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه
بعرض من الدنيا قليل. وصاح المؤذن فصلوا، وبعد الصلاة جلس في الحلقة فإذا برجل من تلاميذه اسمه عبد الله ابن أبي وداع، وكان يجالسه ويأخذ عنه ويلزم حلقته، ولكنه فقده أياما فدخل المجلس فقال له سعيد بن المسيب: أين كنت؟ فينك أنت؟ ما حدش بيشوفك ليلي من دول. قال: توفيت زوجتي فاشتغلت بها. قال الشيخ: هلا أخبرتنا فشهدناها؟ ثم أخذ يفيض عن الكلام في الدنيا والآخرة، وشعر ابن أبي وداع أن القبر ما يزال في قلبه حتى في مجلس الشيخ. بمناسبة الكلام عن القبر، لما رحت أزور القبر وحسيت أن القبر ده في أبويا وأمي وابني وابن أخويا وابن ابني، قلت: يا جمع القبر أعز الناس. إيه والله، شعر كأن القبر في داخله، فأراد أن يقوم. فقال سعيد: إلى أين؟ قال: إلى البيت. قال: سبحان الله، هل استحدثت امرأة غيرها؟ قال له: جوزت غيرها؟ فبكى وقال: يرحمك الله يا إمام. يرحم الله الإمام من أين؟ من يزوجني وما عندي ولا أملك إلا درهمين؟ قال له: منين أجيب منين؟ أنا عندي درهم، مين يجوزني وأنا معايا درهمين؟ قال الشيخ: أنا. أنا 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 دو الجو بهذه الكلمة في أذن طالب العلم الفقير، فحسب كأن الملائكة تنشده نشيدا يطن لحنه: أنا 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 أنا. وخرجت الكلمة من فم الشيخ ومن السماء لهذا المسكين في وقت واحد، وكأنها كلمة زوجته إحدى الحور العين. أنا، أنت قلت أنا؟ أنت قلت تاني كده؟ إيه؟ مين؟ أنا. فلما أفاق من غشيته، ده كل ده في دماغه، قال: وتفعل؟ قال سعيد: نعم. عبد الله بن وداع ده بنت سيدنا سعيد بن المسيب، كان لسه بيخطبها مين؟ ابن أمير المؤمنين ولي العهد. يعني إيه نعم؟ قال: أدعو لي نفرا من الأنصار لأزوجك. قال لا، قال وكأنه فسر نعم بأحسن تفسير لها، فجاء بعشرة من الأنصار فحمد الله وأثنى عليه وقال: زوجتك ابنتي على 3 دراهم. 3 دراهم، 3 × 24 ب72 قرش، أقل من جنيه. 3 × 2 جنيه و40 قرش، خلينا في الغالي دي من دول، الدهب غلي، ب7 جنيه. قال له: أنا هجوزك بنتي ب7 جنيه وريال.
ثلاثة دراهم مهر الزوجة التي أرسل يخطبها الخليفة لولي عهده بثقلها ذهبا. قال له هنحطها في كفة والذهب في كفة، تطلع 72 كيلو تاخد 72 كيلو ذهب، تطلع 67 كيلو تقبض 67 كيلو ذهب. وغشي الفرح هذه المرة عيني الرجل وأذنيه، فإذا هو ما زال يسمع النشيد، أنا مين؟ لم يشعر أنه على الأرض، فقام يطير وليس يدري من فرحه ما يصنع، وكأنه في يوم جاءه من غير هذه الدنيا يتعرف إليها بهذا الصوت الذي يطن في أذنيه، أنا سعيد بن سعيد، نعم. وصار إلى منزله، اتجوز خلاص، عقد عليه، عقد له، قال له زوجتك على 3 دراهم كلها مؤخرة بقتهم بعدين. راح البيت وجلس يفكر ممن يأخذ ممن يستدين. الوقت أنا عايز أجهز البيت وأفرش الدنيا وأجيب هدية للعروسة ديك، طب استلف من مين؟ أقول يمين دلوقتي. وظهرت له الدنيا خلاء من الإنسان ليس فيها إلا رجل واحد يضطرب صوته في أذنيه، أنا. وخرج لصلاة المغرب ورأسه يشعر أنه ليس فوق جسده، بل تضربه من كل جهة بأنا. قام فأسرج، فإذا سراجه الخافت الضئيل يسطع لعينيه سطوع القمر، وكأن في نوره وجه عروس. اعمل أي واجب يا عم مدني الله يرحمك، ربنا يهديك ويتوب عليك. سطع له كأنه وجه عروس، وكأن في نوره وجه عروس تقول أنا. ووضع عشاءه ليفطر، وكان خبزا وزيتا، فإذا الباب يقرع، فقال من هذا؟ مين اللي بيخبط؟ قال الطارق سعيد. مين؟ من سعيد؟ تعالوا نعرف سعيد مين بعد الفاصل. لحظات. عند الشدائد صابرون جبال دق الباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي، أنا أحبكم في الله. دق الباب، رد عبد الله بن أبي وداعة وأمامه إفطارة. من بالباب؟ قال سعيد. يقول فجلست أفكر، من سعيد؟ سعيد مين؟ أهو أبو عثمان جارنا؟ سعيد من؟ أبو الحسن. فكر الرجل في كل من اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، إلا الذي قال له أنا، بل لم يخالجه قط شك أن يكون هو الطارق. لا 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 لا، سعيد بن المسيب ما بيروحش لحد، هذا الإمام لم يطرق باب أحد قط، ولم يره أحد في الشارع قط إلا من البيت إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت. سعيد مين؟ يا ترى مين سعيد؟ مين اللي بيجيلي السعادة؟ مين اللي بيخبط؟ فتح الباب
فإذا به سعيد بن المسيب وانكمش عبد الله بن أبي وداعة حتى رجع القبر فهبط فجأة بظلامه وأمواته في قلب المسكين وظن أن الشيخ قد بدا له فندم فجاء للطلاق قبل الدخول قبل أن يشيع الخبر ويتعذر إصلاح الغلطة فقال أبا محمد أبا محمد لو أرسلت لي لأتيتك خيرا أيها الشيخ قال له الشيخ وقد ابتسم ابتسامة عريضة أشرق لها وجهه بل أنت العروس أحق أن تؤتى فلما صكت الكلمة سمع المسكين حتى أبلس الوجود في نظره وغشي الدنيا صمت كصمت الموت وأحس كأن القبر يتمدد في قلبه بعروق الأرض كلها ثم فاء لنفسه وقدر أن ليس محل شيخه إلا أن يؤمر وليس محله هو إلا أن يطيع وأن من الرجولة ألا يكون معرة على الرجولة ثم نكس رأسه وقال بذلة ومسكنة ما تأمرني أيها الشيخ حضرتك في حاجة حاجة حصلت تفتحت السماء مرة ثالثة وقال الشيخ إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه امرأتك وانحرف شيئا فإذا العروس قائمة خلفه مستترة به دفعها إلى الباب وسلم وانصرف راح عمل كده ظهرت بنت وراه راح زقها جوه البيت وشد الباب السلام عليكم ورحمة الله وانبعث الوجود فجأة وطن اللحن في أذن ابن أبي وداعة أنا دخلت العروس الباب وسقطت من الحياء زقها جوه البيت ومشي وقف قدامها راحت واقعة في الأرض قاعدة في الأرض اتكومت ولم يدري ماذا يصنع كأن السماء فتحت كلها في هذه اللحظة فاستوثق من بابه قفل الباب ثم خطى إلى القصعة التي فيها الخبز والزيت فوضعها بعيدا عن السراج كي لا تراها وغطى السراج ونشر الظل ثم صعد إلى السطح ورمى الجيران بحصيات ليعلموا أن شأنا قد اعتراه وأن قد وجب حق الجار على الجار فجاءوه وقالوا ما شأنك قال ويحكم زوجني سعيد بن المسيب ابنته اليوم وقد جاء بها الليلة على غفلة وليس عندي شيء فطفقوا يتصايحون وسعيد يزوجك أنت أهو سعيد ابن المسيب الذي زوجك أزوجك سعيد يقول نعم إي والله وأقسم بربي زوجني سعيد ابنته هنا في الدار تعالوا فانظروا فانهال النساء عليه من هنا ومن هنا حتى امتلأت بهن الدار وغشيت الرجل غشية فحسب داره تتيه على قصر عبد الملك بن مروان وكأنه يسمعها أنا قال ابن أبي وداعة ثم دخلت بها فإذا هي من أجمل النساء وأحفظهم لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج لقد كانت المعضلة تعي الفقهاء فأسأل عنها
فأسألها عنها فأجد عندها منها علما. قال ومكست شهرا لا يأتيني سعيد ولا آتيه، فكنت قد هممت أن أخرج. قالت إلى أين؟ قالت أتعلم علم سعيد. قال أتعلم علم سعيد؟ قال تجلس أعلمك علم سعيد. اطلع تروح فين؟ تعال وأنا أعلمك أنا. قال ومكست شهرا، فلما كان بعد الشهر أتيته وهو في حلقته فسلمت، فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تفرق الناس من المجلس وخلوت به، فنظر إلي بابتسامة أنا السابقة وقال لي ما حال ذلك الإنسان؟ إيه الأخبار عندك؟ أما ذلك الإنسان فلم يعرف من الفرق بين قصر ولي العهد ابن أمير المؤمنين وبين حجرة ابن أبي وداعة التي تسمى دارا، إلا أن هناك مضاعفة الهم في دار في قصر عبد الملك، مضاعفة الهم، وأن هنا مضاعفة الحب، وما بين هناك إلى القبر مدة الحياة، ستخفت الروح من نور بعد نور إلى أن تنطفئ في السماء من فضائلها، وما بين هنا غرفة ابن أبي وداعة إلى القبر مدة الحياة تسطع الروح بنور على نور إلى أن تشتغل في السماء بفضائلها، وما عند أمير المؤمنين لا يبقى، وما عند الله خير وأبقى. نعم، هذه فلسفة الزواج، نفس لنفس، رجل في رجولته ودينه، لامرأة في عفتها وحصانتها، ولتذهب القصور مع القبور ويبقى الإنسان. هذا موقف سعيد بن المسيب في زواج ابنته. هل لك من موقف؟ أعطني موقفا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.